القيام فني وحضوري والثقة لازم. حياك الله استاذ محمد، كيف حالك اخوي الحرة؟ اطول عمرك. حياك الله عليك، مرحبا. شلونك؟ ساك طيب. طيب نقاشنا اليوم يا شباب، شغلوا سبيكرات. الصوت واضح يا اخوان؟ صوت واضح؟ ممتاز. انتم دخلتوا هنا تبغون الشهرة صح؟ شنبي؟ الشهرة وأهداف أخرى. نعم. خلينا نقول الشهرة وأهداف. صحيح. ممتاز؟ نعم. بتفتح بث إذا خرجت؟ أنا حد حاضر ما بعد فتحت، لكن أوعدهم إن شاء الله. تفتح بث؟ نعم. وأنت يا محمد؟ كل إن شاء الله، إذا سنحت الفرصة بإذن الله ما تنام. ممتاز. هل ترى أن البثوث شحاثة؟ لي الكلام ذا؟ إيه. وجهة نظرك؟ وجهة نظري؟ إيه. أرى أنها طال عمرك رزق من الأرزاق. هل هي شحاذة ولا ما هي بشحاذة؟ لا بالله ما بشحاذة. شو رأيك؟ لازم أكون ضد؟ لا أنا باقي تجاوب رأيك الحقيقي الآن. الحقيقي؟ إيه؟ لا ما فيها شيء. ما فيها شيء؟ نعم. طيب أنا باقي مع الفكرة وأنت ضد الفكرة. ممتاز. سالفة انك تكون ضد الفكرة هذا لا يعني انك تحدد رأيك الحقيقي للناس. انت الان جالس تناقش رأيك الحقيقي، عرفنا انك تشوف ما فيها شيء. شوف هذا اهم شيء، انهم يدرون ان هذا رأيي الحقيقي ما فيها شيء. ممتاز. لكن حنا في فترة فقرة هذه جالس امارس فقرة اني اكون ضد. اكتشفنا فيصل تراني ما نبي اخر داخره ابعد. اكتشفنا فيصل ومحمد كرأي حقيقي لا يوجد لديهم اي خلاف، فانك تفتح بث وترزق الله. طبيعي جدا صح؟ حلق. صحيح. نبدأ النقاش. من يبي يبدأ منكم؟ بدي أخوي لي ضد حسن. وشي سعيد أني مع أخوي وابن عمي، وهذا اختيار إن شاء الله موفق. وأنا أشوف أنك تفتح بث، إذا أنت بتفتح بث الله لهينك افتح وسولف ووسخ خطرهم واستانس أنت وياهم. ولكن تحذف غترتك وتكفون شدوا حيلكم ولا تقصرون معي، و الى درجه بعضهم يقول هذه لقمه العيش هذه لقمه العيش، فهذه ايش هذا؟ ما تصير، ما تليق بالرجل. نعم. اقول له الله يسعدك يطول عمرك الجميع ان شاء الله، والشرف لي كذلك. لكن انا في نظري والله اعلم انه يطول ما فيش، لان الشباب دخلوا ويحبونه ويدعمونه، لان كثيرا في جميع المسابقات الشعريه ولا اي مسابقه يكون فيها تصويت يكون فيها داعمين، هو داخل جاله قبول من رب العالمين، ورجل ممكن انه طال عمرك محبوب. لا تخلط. نعم. لا تطلع من اطار الحديث. انا نتكلم عن المسابقه اللي زي كاريزما والمسابقه الشعريه، ان تاخذ الجائزه والدعم بناء على الاداء اللي انت تقدمه. لكن انت بعضهم يطلع في البث ويقول ادعموا يعني اعطني مال. وانت متكي. طيب ممتاز. اللي عطاه ذا هو ضارب على يده وما ضارب على يده. طيب قال ادعموا يا الربع وهي منافسه. شوف انت تحذف وتر لجعني وتقصل على الرسول وحالتك حاله تسمع لي وتزهم كده. وتقول على ضعيف الراس ما فاد الزهم لو تزهم بسمه وبسمه العايله. انت رجال ما يعاينك وانت عزالك تطر ثوبك تبي ذا دراهم بيعطيك يقول الله يوفقنا وياه. هذا اللي يتابع الحين، هذا اللي يتابع هو ليش يضيع وقته وضيع جهده ويقعد يعاينه؟ لا يحبه. انت متفرق اصلا. ممكن يرحمه؟ انت متفرق. لا مو برحمه. ها المال طلع مش دراك العصب الحياه هو ما مش دراك انه وش دراك انه مو برحمه؟ تحس به انت؟ وين؟ ما تحس به. انت ليه قلت انه رخامه؟ طيب ما هي برخامه، انا اقول لا ما قال. لا يا اخي انت لا تحطوا انه في شيء ما انا ما اقول. لا اللي انا اتوقع والله اعلم انا داخل ونتمنى ان المشاهد يركز على اللي انا اقول. نعم لا تقولني اقول رخامه ولا في برخامه، هذه انا ما اقولها لا اخواتي ولا خواتي ولا انا اقول انهم ونعم ولا فيهم كلام. يا سلام. ان نتكلم عن مش هذا ولا بيبش هذا، بس انا اقول انه مو بش هذا، لان الان جالس تبي اي برنامج؟ ايه برنامج ايش؟ جاكم مثلا او هي مسابقه. هذه البرامج البثوثه هي مسابقه تنافسيه. ممتاز. هذا يدعم وهذا يدعم. ممتاز. وما دخل بث الحاله عشان يتكلم. ايش يقدم معنا؟ دراك انه ما دخل حاله. احسنت. عندي سؤال لمحمد الدوسري. الان المسابقه التنافسيه يكون فيها جائزه وحيده صح؟ لأحد الفائزين مثل مسابقتنا، هذه مسابقة تنافسية. نعم. يكون فيها 500 ريال 500 نقطة للمتأهل في البرنامج صح ولا لا؟ في البثوث هذا يطلع بفلوس وهذا يطلع بفلوس، أين هي الجائزة في البثوث؟ الجائزة هي جائزة هي على رحمة الناس وعلى أنك تقول أعطوني 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 يعطونك. لا 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 لحبهم له لا تكون رحمة. كيف حب؟
كل اللي يحبونه انت قول لا اله الا الله. انا شخصيا ويمكن ان بعد اخواني والمشاهدين احيانا تدخل لك على شخص ما تعرفه ويقول انا والله ماني مسوي الحاجه الفلانيه ولا الحاجه الفلانيه اللي انت اعطوني فلوس. تركي باقي ما قد اقتنعتوا انتوا؟ النقاش حلو يا اخي، انا ودي تاجله دقيقه لين تطلع على الهواء. لا 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 لا، شوف انا اخذت عليك انسيرت مرتين لان النقاش مثري. اي شيء يجي فيه الشعر يكون شيء مثري، وانا اي شيء يكون الشعر فيه يصير مثري وجميل، وانا اؤيد انكم تتناقشون الان، ما عندي مشكله. ايه لا لا استمروا، بس انا عجبني انكم لازلتوا. الله يرحم والديك. طيب المايك طافي. انا جيت بس انا ودي تشغلوا المايكات وانتم تتناقشون بعد شوي اذا تناقشتوا زين. لا ما حب تناقش والربع يتناقشون، خذوا راحتكم. طيب انا اشوف انكم لا والله ما اقدر اقول فيصل محمد ما. لا والله ما اقدر. اللي ما تقدر لا تقول. لا والله ما بقول. لا والله شوف بعدين انا كم بشرب من لا والله اقولها لغيرك انت محمد ما انت والله. الله يطول حياتك تسلم وتحيا. كنا نتكلم انك تشوف ان تسول نفس التسول اللي يجي في الطرقات. نعم. يجيك متسول شاق ثوبه الله. ويقول اعطني من مال الله. صحيح. لكن هذه مغلف. طيب سؤال ايش الفرق يا اخوي فيصل؟ الان بعض المتواجدين في البثوث يكون عنده 3000 شخص. صحيح. 10000 شخص، وبعضهم يكون عنده 1 2 3 4 10. 3000 ليش يجوا عنده؟ من اللي شوف؟ ليه 3000 عند الرقم ذا؟ ليش 3000 عنده ويدعمونه ويحبونه؟ طيب انت سالتني مضبوط؟ ال 3000 هذه مروا وعينوا الرجال يقول تكفون وانا بدعموني ولا تخلوني وتكفوني. اي واحد فيه شهامه ولا فيه رحمه ولا رأفه بيعطي بيفزع. طيب انا اتكلم عن نفسي انا. طيب لو مريته ماني بمس. محمد الدوسري فتح بث ولعب مع فيصل الدبالين اللي هو التحدي هذا ممتاز، بس ما قال تكفون ولا قال شيء. من هو؟ ما قرض جدلا برحمه لان مستواه ضعيف. لا احد يبالغ. تعطي من؟ ارحمك محمد عن جالس تهجم الحين. شوف ما نكره مع العلم انك لازلت على رايك الحقيقي. انا بقول لا يغرك حقيه كل متمني يكون من جاك فعلها قبل منطوقه. انت كيف تعطي؟ انت ما تعطي. انت الان داخل برنامج تتسول. انت بمنك رضي دخلت البرنامج. انت الحين حطيت المشاهدين ذولا متسولين ولا لا؟ انت بنظرك بكلامك انت تقول ان اللي يدخل بالبرنامج انه متسول ويرحموني ويشحذ واعطوني. بما انك دخلت هنا معناه انت يا فيصل الدبالين اقتنعت ورضيت انك تبي تشحذ. هذه نظريتك. هذه نظريتي. معناه انك انت نزلت انت متناقض. انزل وين؟ انت هو يقول انا لو كنت انت محمد بن سعد دخلت في برنامج. قول لا اله الا الله. صلى رسول الله وضد بعض. هو يتكلم عن الداعم ما يتكلم عني، يقول انا وياك دخلنا ولا قلنا تكفون ادعموا ولا هذا الكلام اللي هو يقول. صح. اعرف وش يقول. دخلنا كلنا ولا احد قال زهم احد يقول افزعوا لي ولا وجيت وحصلت ناس داعميني وانت مستواك ضعيف شوي بيرحمونك بيدعمونك. انا اقول لا انا ما بتكلم. ترى بدي اتكلم. ها تفضل. لا انا ما بتكلم ابغاك تتكلم انت. انا اقول طال عمرك ما هي برحمه كوش. هذا اللي طال عمرك ادعمه له جمهور يا شباب بعد انكم تقطعوا الكاميرات يا شباب اذا مشيتوا تقطع الكاميرات على زملائكم. انت عموما بيجيك ريال ولا ريالين؟ ما هو مقطوع منك لهم مقطوع منك الخير كله. انما احنا بنتكلم على الواجد ولا على شوي. لو يجيك ريال خلاص جاك. انا في وجهه نظري. باقي عندك اضافه؟ اذنك معك باقي عندك اضافه؟ لا اسحب. لا انا خلاص باقي. انت اقنعتك وجهه نظره؟ اقنعك كلامه؟ لا ما اقنعني كلامه. طيب جاوب انه ما اقنعك. انا جاوب طال عمرك قلت ميد هو ما يبي يقتنع. كل عقله في راسه يعرف خلاص. انا قلت لك ان اللي يدخل البرنامج برنامج مثل البرامج الاخرى. له محبين له داعمين. هل له محبين له داعمين؟ عندي سؤال. هل ترى التصويت في برنامجنا هذا نفس باقي البرامج؟ من اي ناحيه؟ نفس البثوث؟ إيه هو يقوله قبل شوي. البرنامج هذا؟ إيه؟ انت قايله قبل شوي. او البرامج الشعريه او اي ممكن يدخل فيها بعض الايام الحميه. واللي يتحمون اكثر شيء معك ويعطونك محبينك واقرب شيء بني عمك. طيب. هذا نفس الفكره. لو دخلت الان يا محمد مساعد وقبرني واحد ثاني مثلا فيصل الدبالين بيدعموني يدعمونه. لو سوي يقول انا ما ادخل البرنامج انا ما ادخله بعدين قال بدخل فيه وليدعم رحمه كيف؟ في تناقض. طيب قول لا اله الا الله. الحمد لله. انه نقاشنا في البثوث مضبوط؟ لا. اما بالنسبه له مثل ما تسابقت قناه الواقع
هذه تظهر نجومية الرياجيل والجائزة مليون ريال، والواحد لا منها ارتكى على ابن عمه، فهذا واجب على ابن عمه هم يقصرون معه. كلام مشيع ابن فهيد يقول تهون المصايب دام حنا مثل ذا الحين، إذا أنا يدن واحدة ذراع ومعصم خمس، وجيه الدواسر في أكبار الأمور تبين تجينا الكوارث ليلة أسود ونطلع شمس. يا سلام. هذه المسابقة أهل أقبلت عليك وهي تعتبر كارثة عليك المتسابق أنك تبي تطلع مع الرياجيل ومقبل لك على مليون، ما قصروا معك بني عمك. لكن قليل هلا أنا أتكلم عن بث وأنت متكي وحاطين جنبك عصير ومتفرغ وتاكل فشفاش وتقول تكفون تكفون، هذا كلام نحن عن البثوث، ما كلامنا عن المسابقة. عليك نفس الكلام ينطبق على البث نفس الكلام، انه ممكن يتحامون. وش يتحامون عليه؟ وش عندك عشان يتحامون عليك في البث؟ ممكن ما طلبت انا محتوى جيد. وش جيد يعني؟ مثل وش محتوى جيد؟ وش مثل اللي متقدمه هنا؟ لا مو مثل هذا، بث هذا بث يختلف نفس هذا بث يختلف. هذا عندك الحاجه الفلانيه وعندك الحاجه الفلانيه وعندك الحاجه الفلانيه وعندك قصيد وعندك حديث وعندك وقف وعندك وعندك عندك في البث. قد فتحت وحطيت وقف انت؟ انا ايه ايه. متى؟ والله قريب. خلاص بيخدمونا الشباب والله العظيم. ركزوا عليه، هل هو قد سواها ولا لا؟ ترى الكذب لك الله اني فاتح سبيس قبل اقل من شهر. انا اقول بث لا بث مو بث تيك توك. نعم اي خلاص انا اتكلم عن هذا. لا والله تكلمت في البرنامج الماضي، كان فيه عندنا فقرة اسمها فقرة سلمان جاكو، وتكلمت فيها عن الوقت في البث حق جاكو. تحلف؟ والله لا شوفه موجود. بيحوشون. والله موجود. أنا عارف دون ذكر اسمه وحسبك، في أحد البرامج الواقعية يخصهم في البثوث. دخل معه واحد وكان زي ما تقول إنه ضعيف حال. قال تكفى يا المتسابق اللي يدعمونه هلا الجمهور. هو ضعيف. وراحوا أهداه. أهداه سيارة. الله يجزاك خير يا أخي، هذه معنى هذه خير؟ قل لا لا لا، هذه أصلاً أصدقها رايحة لوجه الله عز وجل. الرجال مستحق، الرجال هذا علمه طيب ودلهم على الرجال اللي ظروفه لك على دخل على البرنامج، دخل عليه ولا بصره، قالوا الرجال هذا كائن من الناس، افزعوا له يا رجال أحواله ماشي و... لا لا ما قال. قل لا 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 ما قال افزعوا له يا ناس، ما له الشخصي شرى له سيارة وهدية. ما له شخصي بيضل وجه اشك من بعد في حلال الشخصي. حلال الشخصي بيضل وجه تجمل اكيد انه بيتجمل. انما انت تكلم انت تقول لا يدخل برنامج وجالس متكي يخوي اصل وياكل فيش ويشرب عصير. انا ما اتكلم عن حرماله انا ما اتكلم عنه. الرجل ابغى يعطي من حلاله فبيضل وجه، كان اللي يقول نعطي عطايا كانها من فايض، وفي بعض احيان ما بلاهي بعضهم يعطي عطيه تشوف ان كان عنده حلال واجد وعنده خير وعنده وهي ما غير هي، لكن بها صدق اهل وجه الله عز وجل. هذا يختلف. ان نتكلم عن انك معك كائن من الناس وتقول يا الربع وقفوا معي، يا الربع سووا، يا الربع يا الربع يا الربع يا الربع، ويدعمونك ويدعمونك ويدعمونك. طيب ممتاز. اللي عطى ايش قلت انت فيه قبل شوي؟ اللي عطى يا اخوان يعطي الوجه الله. فيصل عد الشطر، نبغى نسمع زملائكم تفضل. شطر القصيد قلتها ها انت لقيته. انا ما ارجع قدام اركض. خلصتوا يا اخوان نقاش؟ لبي او باقي ضغط؟ لا باقي ضغط. باقي ضغط. اقتنع من سب؟ باقي ضغط بسيطه. هو يقول ان الرجال اعطى فحر في ماله، فهذا اللي اعطى الان هذا متسابق فاتح بث والرجال اعطى مو بحر في ماله، جزاه الله خير وما اعطى. انت معطي من حلالك صح؟ انا فاتح بث وجيتني وانت معتاز وقلت ما هو معتاز فضل. هو يفتح يترزق بالخير في بالخير بيترزق مع المسلمين. كيف ليش ترزق؟ ليش حرام؟ كيف يترزق؟ انت وضح الصوره عشان نفهم. فتح الحين المعطي من هو؟ وين؟ الجمهور يعطيه. المعطي اللي اعطاه الجمهور ولا اللي فتح مع بث؟ وين؟ اللي فتح مع بث جمهوره. يعني مثلا انا وياك فتحنا بث وعطيتك. لا ما تعطيني مثلا، انا ما اخذ منك مقبض. انا فتحت بث انت ما تعطيني وياك متسابقين. اللي يعطي الجمهور هو اللي يدعم. الجمهور عطاه؟ الجمهور يعطيه. الجمهور اكيد ان الرجال اللي حيت الغنمذ ذا قال يا الربع الرجال ذا في عازه. ما قال اني في عازه نلعب وياك. هذا عاد انت مثل ما ادري عنه. انت انا دحين اضرب لي مثال مبين، اما يسكت ويسكتون ويجونك الجمهور يعطونه لكسز اخر مديل. ما معطينه مالك لواء، ما هم معطينه الا ان كان مستعطف الناس. انت تدخل في البثوث تعرف ولا ما تعرف البثوث؟ ناصر بن فهيد يقول حلفت ما استعطف الناس ولا طق باب لو خلاف الباب هذا عشر الغانمين. بعضهم يستعطف الناس الى ان الناس تستعطفه ويعطي، يعني رجال احواله ماش، وهذه نشوفها عند بعض المشاهير ويعطيهم العافيه. يجي الهسره حالتهم على الصفر ويقول يا
الربع الله يجزاكم خير، نبي وقفتكم مع الأسرة هذه، أحوالهم ماش، هذه واضحة وصريحة والحمد لله رب العالمين، راحت للي يستحقها. لكن أنت يوم تتكي وتقول ادعموني ادعموني، وشوي لو والله أنك مسافرين صوب الخارج فالهم مستانس ومستان خاطري. إضافة يا محمد؟ اقتنعت، جزاك الله خير. اقتنعت؟ اقتنعت. خلاص إذا انتهت. طيب قل لي لا الله قبل كلش. سب. أنت أبو معي الله يعطيك العافية، أنت حطيتني مع أخوي وابن عمي. شفت؟ ومهما قال ولا مهما قلت هو مخلي في خاطره شيء واجد وأنا مخلي في شيء خاطري واجد. طيب. وهو كان يويه اللي يقول لغاب ابن عمي ودار الحكي فيه، فأنا ابن عمي في غياب ابن عمي. يا سلام. أعتذر له قدامكم. يا خالد. خالد. وأعتذر للجمهور بشكل عام. عطنا 500 لمحمد الدوسري 500 فيصل. الله أصلي على رسول الله. أنا عندي بعد 200. وتستاهلها يا فيصل الدبلي أخوي وابن عمي ومحزن يقول له كبرة الهقوات في كل رجال تكبر بزيزي من بعيد الهقاوي حر عريب الجد ومعرب الخال ومروس ربع يصلون الحراوي لهم بصرح المجد هقوه من زال عز الخوي والمنتخيب القلاوي وتستاهلها يا ابن عمي قلوا لا إله إلا الله أنا لاني منشد لكن بنشارك أخواننا أنا طلع قبل شوية أقول هذا ابن عمي وأخوي ورفيقي وكني وياه اللي يقول رفيقي يا الليل يا علت علي الرخم قميت عزوى ودوني كارب محزمة انخاف من شرهة الطيب حفيد القرم ولا حفيد الرخم تراب يملا فمه وزاد عليها نعتذر لأهل السوشيال ميديا بشكل عام طبعا هذا فقره سم الفكرة أنا تبنيتها عشان فقرة لا تمثلني لا تمثلني الفكرة هذه أي فكرة اللي كنا نتناقش فيها تبنيتها عشان الفقرة في فقرة تقنعني الفكرة هذه لا تمثلني كبرتك عليك كبرتك عليك طبعا انا وياك انا وياك لانه ضد الجميع يا انا انا كنت ضد فقط في الفقرة كلام الفكرة هذه ما تمثلني سب كلام ابو ماجد هذا سيناقش في قاب في الفقرة القادمة لان عندي عليه تحفظ بناقشك فيه بكرة زين عيوني لك جميع الافكار اللي تطرح في هذه الفقرة لاجل الفقرة لا تمثل احد السؤال الأخير عند الشباب يا الربع من يرى نفسه أشعر الموجودين؟